نحن بنقاط مهندسين، نحن كمهندسين سوريين أيضا فلاحين، نحن بالنتيجة يعني نزرع، ما هيك؟ ونزرع لوطن، نزرع لسوريا، وإن شاء الله يكون زرعنا في له ثمار لاحقة. نحن كمهندسين طبعا نقوم بأداء دورنا بشكل فاعل، وبمناسبة عيد الشجر نشارك، وبالتالي نزرع هذه الأشجار لتثمر لأجيالنا وأجيال لاحقة. طبعا نحن بالنسبة لنا شجرة وزراعة شجرة هي عنوان محبة، نحن عم نزرع شجرة، عم نزرع محبة، عم نرجع من أول وجديد نحيي هالأرض الخضراء من أول وجديد. نحن موجودين هون كنقابة مهندسين، أنا عضو مجلس نقابة مهندسين فرع دمشق، لنزرع شجرة بنادي المهندسين، منه نزرع المحبة، منه المهندسين بإيديهم عم بيساعدوا أو عم يشاركوا بزراعة النادي. مثل ما لك شايفة النادي كلياته هون في أشجار حراجية وأشجار مثمرة كلها بزراعة المهندسين، فكل سنة نحن بننتهز هالفرصة لحتى نزرع شجرة زيادة. الشجرة هي حياة، هي استمرارية الحياة. نحن هون بنادي المهندسين بدمشق طبعا عندنا مساحات فارغة كتير، وحبينا نشجر بهالمناسبة، وإن شاء الله يعني عم نزرع لأجيالنا القادمة بإذن الله. هذا بتعني كل شيء طبعا، نحن أنه بوجودنا، نحن عم نثبت أنه بوجودنا من خلال الشجر اللي موجود، ونحن مهما تكالبت علينا الظروف ومهما تكالبوا علينا الأعداء فنحن لساتنا موجودين، والشجرة حتثبت أنه نحن في يوم من الأيام كنا هون. بجوز نحن نروح طبعا، ولكن الشجرة بتضل باقية، ونحن بدنا نضل محافظين على أرضنا من خلال التشجير. إصرارنا نحن أنه ضل الشجرة هي رمز، الشجرة بتعني أنه نحن لا نزال موجودين، سوريا مستمرة، وبعدين نحن عم نزرع مو لنا، هيدي الأهم، نحن بنزرع أولادنا بيأكلوا، وأهلينا زرعوا ونحن أكلنا. بعتقد بهذا الفكر سوريا باقية، سوريا دوما متجذرة. عملية الزرع بحد ذاتها، أنت لما بتلامسي التراب بإيدك بتحسي بقيمة هذا التراب اللي هو تراب أهالينا وتراب أجدادنا. هذا التراب أغلى منه ما في.